بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة والأخوات، مستمعو ومتابعو ومشاهدو قناة حلب، اليوم نتابع معكم في هذه السلسلة سلسلة فكر وثورة، وحديثنا اليوم إن شاء الله سيكون عن أصول ومبادئ نظام الحكم في الإسلام، أو أصول ومبادئ الدولة الإسلامية. وليس الهدف هنا فقط أن نذكر هذه الأصول أو هذه المبادئ، ولكن الهدف أن نعرف أن هناك أصول وثوابت لا تتغير، وهناك وسائل أو أساليب أو أدوات قابلة للتغير والاجتهاد مع اختلاف الزمان والمكان. طبعا ذكر العلماء أصول ومبادئ كثيرة استخلصوها من ما نقل من فقه الفقهاء واجتهادات الراشدين ودولة النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال يطرح هنا ابتداء، ما هو المرجع أو ما هو المعيار للحكم على الدولة الإسلامية أو قربها أو بعدها من الصواب أو من الصورة المثالية؟ ومرة أخرى أقول لا نقصد هنا بالصورة المثالية تلك الصورة الخيالية أو الصورة الحالمة، بل نقصد الصورة الأفضل والأكمل، ونقصد تلك الصورة التي تحققت. لا شك يا إخوة أن الصورة الأكمل هي صورة الدولة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم، والصورة التي كانت عليها دولة الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنها كانت محل ثناء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا باتباع سنة الراشدين من بعده عليه الصلاة والسلام. استخلص الفقهاء كما قلنا هذه الخصائص، ويأتي في طليعة هذه الخصائص خاصية الشورى، ولعلنا نخصص هذا اللقاء للحديث عن هذه الخاصية، ليأتي اللقاء القادم إن شاء الله للحديث عن بقية الخصائص. الشورى يا إخوة مطلوبة منا بنص كتاب الله تعالى، بل طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير من يشير أو يشار عليه. الله تعالى قال وشاورهم في الأمر، والآية الثانية قالت وأمرهم شورى بينهم. صحيح أن الآية جاءت بصيغة خبرية، لكن ربما تكون أبلغ في الدلالة على الطلب، بمعنى أن هذا أمر مفروغ منه، لا بد أن تكون الشورى في هذه الدولة أو في هذه الأمة. هنا يا إخوة أسئلة كثيرة تتوضع حول هذه الخاصية، خاصية الشورى، عن كيفيتها، عن آليتها، عن دورها في الدولة الإسلامية الأولى. طبعا دولة النبي صلى الله عليه وسلم مردها إلى الوحي، لكن نتكلم مثلا عن دولة الراشدين، عن الخلافة الإسلامية الراشدة، عن الدولة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كانت على منهاج النبوة. ما دور الشورى في هذه الدولة، وما هي الآليات التي اتبعت فيها لتحقيق الشورى، ومن هم أهل الشورى في هذه الدولة؟ نحاول إخواننا أن نجيب عن هذه التساؤلات في هذا اللقاء بما يسمح به الوقت إن شاء الله تعالى. الشورى ابتداء إخواننا طلب الرأي من أهل الرأي وأهل الشورى، ربما كانوا يسمون في المرحلة الأولى أهل الشورى، لكن فيما بعد استخدم مصطلح فقهي معروف عند الفقهاء، بحيث صار يقال لهم أهل الحل والعقد. من هم أهل الحل والعقد، أو من هم أهل الشورى، وكيف تحققت هذه الشورى ابتداء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في زمان الراشدين رضي الله عنهم؟ وقلنا نتكلم عن هذه المرحلة باعتبار أنها هي الصورة الصحيحة، هي الصورة الأولى الأكمل والأفضل والأمثل. يا إخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه رضي الله عنهم، وربما تكون الشورى أحيانا عامة وربما تكون خاصة، ويبدو أنه يراعى في ذلك الحال أو الظرف أو المسألة. للتوضيح نقول في غزوة بدر وغزوة أحد مثلا استشار النبي صلى الله عليه وسلم الجيش كله. ليه؟ لأن هذه قضية تهم الجيش،
ويريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشارك هؤلاء في القرار، ولا شك أن مشاركة الجنود في القرار أدعى لوحدة الكلمة، وأدعى للامتثال، وأدعى للاستجابة، وأدعى لتحقيق النصر إن شاء الله تعالى. لكن لاحظوا أن هناك فارقا بين الشورى في بدر وبين الشورى في أحد. في بدر استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس بعد أن نجت القافلة، وهم إنما جاءوا لطلب القافلة ولم يأتوا لقتال، فاستشارهم النبي صلى الله عليه وسلم هل يقاتلون؟ فتكلم بعض المهاجرين أمثال أبي بكر وعمر، يكرر النبي صلى الله عليه وسلم السؤال حتى تكلم بعض الأنصار كسعد رضي الله عنه. السؤال هل يكفي أن يتكلم ثلاثة أو أربعة ويسكت الباقون؟ نعم يا إخوة، طالما أنه لم يظهر أن هناك رأي مخالف فهذا يعني أن هؤلاء الذين تكلموا يعبرون عن رأي المجموع، وخصوصا أنهم وجوه. هؤلاء تكلم وجوه المهاجرين وتكلم وجوه الأنصار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد فعلا أن يسمع رأي الأنصار، وقد سمع موافقة الطرفين على القتال فمضى، وكان ذلك اليوم الذي قدره الله سبحانه وتعالى وقدر فيه النصر لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنه. لكن في أحد كان الأمر مختلفا. الشورى طرحت على الناس، هل نخرج للقاء جيش المشركين خارج المدينة أو ننتظرهم هنا نقاتلهم بين الأزقة ومن فوق البيوت؟ يبدو أن الرأي الأغلبية كان هو رأي الشباب المتحمسين المندفعين، وخصوصا أن كثيرا منهم فاته شرف الجهاد أو المشاركة في بدر، ومعلوما عندهم فضل أهل بدر رضي الله عنهم وأرضاهم، فأحب هؤلاء أن يخرجوا وأبوا، أو أنهم وجدوها كبيرة أو ثقيلة على أنفسهم أن يبقوا في المدينة حتى يأتي العدو إليه. لكن الشيوخ والكبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رأيهم أن يكون القتال في داخل المدينة. نظر النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أن رأي الغالبية هو الخروج، فدخل إلى بيته ولبس عدة الحرب وخرج. قالوا يا رسول الله كأننا قد أكرهناك. قال ما كان لنبي إذا وضع عدة الحرب أو لأمته، أو قال إذا لبس لأمته يعني عدة الحرب، أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. الشاهد في الأمر يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل على رأي الأغلبية مع أنه كان على خلاف رغبته عليه الصلاة والسلام. الشاهد أيضا أن أغلب الناس تكلموا، لم يكتفى هنا بكلام بعضهم وسكوت الآخرين، لا، الأغلبية عبروا عن رأيه. الشاهد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشاور ثم يخالف، وهذا يقودنا إلى مسألة أخرى معروفة عند الفقهاء، وهي هل الشورى ملزمة أم معلمة؟ ماذا نقصد بقولنا الشورى ملزمة أو معلمة؟ إذا قلنا الشورى ملزمة فهذا يعني أن على الإمام أو الحاكم أن يستشير أهل الشورى ثم يعمل برأيهم أو برأي غالبيتهم. إذا قلنا الشورى معلمة فهي للعلم فقط، بمعنى أنه يستشيرهم ويسمع آراءهم ثم يتخير هو ما يرى أنه الأولى أو أنه هو الذي يحقق المصلحة، فأيهما هو الراجح؟ نعم يا إخوة ربما القضية خلافية وهناك أقوال للفقهاء، لكن الذي نميل إليه والذي يتبناه بعض المحققين أن الشورى ملزمة للإمام. لكن نريد أن ننبه هنا أن هناك قضايا كبيرة خطيرة مصيرية، وهناك قضايا صغيرة أو قضايا يومية. القضايا الخطيرة والكبيرة والمصيرية لابد أن تعرض على الشورى، فإذا أشار أهل الرأي أو أهل الحل والعقد برأي أو أشار غالبهم برأي فعلى الإمام أن يتبع هذا الرأي، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وقد جاء الرأي على خلاف رغبته وقناعته عليه الصلاة والسلام. أما إن كانت تلك القضايا الصغيرة أو ما يسمى القضايا التنفيذية والإجرائية واليومية فهذه ليس بالضرورة أن تعرض على الشورى، وبالتالي يعني الإمام يتصرف فيها بما يقدر أنه مصلحة. لكن القضايا الكبرى، دستور الأمة،
نصب الإمام، مراقبة ومحاسبة الإمام، خلع الإمام، إعلان الحرب أو إعلان السلم، هذه القضايا الخطيرة الكبيرة، هذه لا بد أن تعرض على أهل الشورى، ولا بد أن يلتزم الإمام أو الحاكم المسلم برأي أهل الشورى أو برأي غالبيتهم في هذه القضايا، الله أعلم. سؤال آخر يطرح هنا، هل كانت هناك آلية موحدة أو آلية ملزمة لكيفية تحقيق الشورى؟ النصوص يا إخوة تتكلم عن فرضية الشورى وشاورهم في الأمر. النصوص والروايات في السنة تخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه رضي الله عنهم، ورأينا كيف نزل على رأيهم أو حرص على معرفة رأيهم والنزول على رأيهم في بدر وأحد وغيرها طبعا من المشاهد والمواقع. لكن نقول يا إخوة، ونحن نحاول أن نستخلص وندرس حال تلك الدولة الإسلامية في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام الراشدين، نقول لعله كان هناك إفراز تلقائي في الغالب أو عفوي لأهل الشورى، لأهل الحل والعقد، وهم بالدرجة الأولى أهل العلم الشرعي، وجهاء الناس وسادات الناس، أهل الشوكة. هؤلاء أخوانا كان هناك فعلا إفراز تلقائي، يعني المجتمع يسلم لهؤلاء ولا ينازعهم، وبالتالي ما عاد في داعي لأن نفتش عن طريقة أخرى لاختيار هؤلاء. ولذلك عرف هؤلاء مثلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع هؤلاء في سقيفة بني ساعدة وتشاوروا في شأن الخلافة، وانتهوا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه، ولم ينازعهم أحد من خارج السقيفة، يعني اجتمع فقط أهل الشورى. عمر رضي الله عنه كان عندهم مجلس شورى، أدخل معهم يوما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فاحتج بعض الشيوخ من الصحابة رضي الله عنهم، كيف تدخل معنا هذا الغلام؟ فأراد أن يبين لهم أن عبد الله بن عباس يستحق أن يكون في مجلس الشورى لعلمه، فاختبرهم اختبارا، ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فلم يعرفوا. ما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال هي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت إليه نفسه. قال لا أعلم منها إلا ما تقول، يعني بيّن لهم ببرهان عملي أن ابن عباس رضي الله عنهما عندهم من العلم ما ليس عندهم، وبالتالي يستحق أن يكون مع أهل الشورى. مثال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى المدينة المنورة وأقام دولة الإسلام الأولى، قبل المدينة ما كان في دولة، كان في دعوة ولم تكن دولة، لكن في المدينة كان في دولة، وخصوصا أنه أخذ البيعة والبيعة الثانية من الأنصار، وكان في ضمن أو من مضامين هذه البيعة حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي صار الآن في مقومات لإقامة وبناء الدولة الإسلامية. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة المنورة ومعه المهاجرون السابقون الأولون الذين أثنى الله تعالى عليهم في القرآن، لم يفرض النبي صلى الله عليه وسلم وصاية المهاجرين على الأنصار، انتبهوا يا إخوة، لم يفرض النبي صلى الله عليه وسلم وصاية المهاجرين على الأنصار وهم خير الناس وهم السابقون الأولون. ماذا قال للأنصار؟ قال أخرجوا لي منكم 12 نقيبا. إذن أخواننا رد الأمر إليه. طبعا ربما لم تنقل لنا تفاصيل كيفية إفراز هؤلاء، لكن أيضا ربما الأنصار سلموا لبعض ساداتهم لبعض وجهائهم، فرشحوا للنبي صلى الله عليه وسلم 12 نقيبا كانوا بمثابة أعوان ووزراء ومستشارين للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن لم يفرض النبي صلى الله عليه وسلم وصاية المهاجرين على الأنصار، وإنما طلب من الأنصار أن يقدموا ويبرزوا مرشحيهم أو ممثليهم. هذا شكل آخر. الآن يا إخوة، الذي نقوله إن تفاصيل آليات وكيفيات ووسائل تطبيق الشورى هذه متروكة للاجتهاد بحسب اختلاف الزمان والمكان، ولا مانع أن نستفيد من التجارب البشرية عند الآخرين بعد إخضاعها للقواعد الشرعية. على كل سنعود لهذا الموضوع نتحدث عنه في لقاء آخر إن شاء الله تعالى، لكن المهم إخواننا أنه على الأقل في تلك المرحلة كان هناك إفراز تلقائي، يعني ما يمكن أن نسميه الآن الفوز بالتزكية،
يعني إذا كان هناك مؤسسة أو شركة أو جمعية تريد أن تنتخب إدارة، ترشح لهذه الإدارة مجموعة ولم تترشح مجموعة أخرى، ماذا يقال؟ يقال فازت هذه الإدارة بالتزكية. وهكذا كان الأمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه ليست عندنا نصوص ملزمة لكيفية معينة، المهم أن تتحقق الشورى. السؤال: كيف تم نصب الإمام الأول؟ أو كيف تم نصب الخليفة الأول أبي بكر رضي الله عنه، ثم من بعده الثاني عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه؟ ونحن نتكلم عن هذه الدولة على أنها الصورة المثالية للدولة الإسلامية. الذي حصل يا إخوة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الشورى أو من يسمون فيما بعد أهل الحل والعقد اجتمعوا في السقيفة، في سقيفة بني ساعدة، وكانت هناك آراء عديدة. المهاجرون يريدونها لأنفسهم، الأنصار يريدونها لأنفسهم، طبعا الأنصار فيهم الأوس والخزرج وكل منهم يريدها لنفسه، المهاجرون فيهم السابقون وفيهم اللاحقون، فيهم بعض آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعباس رضي الله عنه وعلي، وفيهم غيرهم، وهؤلاء يريدونها وهؤلاء يريدونها. نعم، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم بشر، تتعدد الآراء، تتعدد الاجتهادات. كان الحوار، كان النقاش، طال الحوار والنقاش. تأخر دفن النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 40 ساعة كما يقول بعض العلماء، حتى أبرموا أمر الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه. الشاهد في الأمر يا إخوة أن الرأي اجتمع في النهاية على أن يكون أبو بكر رضي الله عنه هو الخليفة، وبايعه أهل الحل والعقد، بايعه أهل الشورى، ثم طولب عامة الناس بعد ذلك ببيعة الطاعة لأبي بكر رضي الله عنه. طيب عمر رضي الله عنه، الرواية تقول إن أبا بكر رضي الله عنه استخلف عمر. الراجح يا إخوة كما يقول بعض المحققين أن هذا الاستخلاف ما هو إلا ترشيح، بدليل أن البيعة لعمر رضي الله عنه ما كانت إلا بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه، وبالتالي فأهل الحل والعقد هم الذين بايعوه بملء إرادته. كذلك يقال في بيعة عثمان رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه اجتهد ورشح 6 لكنه لم يلزم الناس، وحتى هؤلاء 6 الذين رشحهم بناء على استقراء، وقدر أن هؤلاء هم خير الناس للناس. وبالفعل يا إخوة هؤلاء 6 خرج منهم 3، ثم خرج منهم عبد الرحمن بن عوف، وبقي عثمان وعلي. فخرج عبد الرحمن يسأل الناس من تريدون أو من تفضلون، وأدرك أن الرأي يميل باتجاه عثمان رضي الله عنه، فجاء إلى علي رضي الله عنه قال: نبايعك على أن تسير بنا بسيرة الشيخين أبي بكر وعمر. فأبى علي، رفض، لأنه مجتهد وخشي أن يلزم نفسه بشيء ويضطر بعد ذلك لمخالفته. وهذا مثال يا إخوة على أنه يمكن أن تكون هناك بيعة مشروطة على الإمام، لأن إخواننا أصحاب السلطة الحقيقية هم أهل الحل والعقد، جعلوا هذه الأمانة في عنق هذا الخلافة أو هذا الخليفة أو هذا الإمام. فلما رفض علي عرض على عثمان رضي الله عنه، فرضي عثمان فبايعه وبايعه الناس بعد ذلك. ومثل هذا حصل في بيعة علي رضي الله عنه. إذن يا إخوة بيعة الخلفاء الأربعة انعقدت ببيعة أهل الحل والعقد، أهل الشورى. هذه هي الصورة المرضية التي كانت في مرحلة الدولة الإسلامية الأولى وما عداها بعد ذلك مما سمي ولاية العهد أو ولاية المتغلب، إنما جاء كفقه استثنائي وليس هو الصورة الصحيحة وليس هو الصورة المثالية التي ينبغي أن تبحث عنها الأمة، إنما نبحث عن الطريقة التي اتبعها الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم. سنتابع يا إخوة في حلقة قادمة إن شاء الله في الحديث عن بقية خصائص وأصول ومبادئ النظام السياسي في الإسلام وشكل الدولة الإسلامية. إلى لقاء قريب، نحييكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.